هل لحدوث الكوارث الكونية كالزلازل والكسوف والخسوف علاقة بأفعال العباد؟ وإن كان لها علاقة فما حكم من ينكر ذلك؟ نعم، أسباب هذه عقوبات، وأسبابها أفعال العباد، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وفي الآية الأخرى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرنا أن الله جل وعلا يغار لحرماته، ولا أحد أغير منه أن يزني عبده وتزني أمته. ربما يكون هذا الكسوف عنده عقوبة تحدث. نعم، فالمصائب بقدر الله بلا شك، ولكن أسبابها أفعال العباد، أسبابها أفعال العباد، وأما حدوثها فهو بقدر الله وقضائه. نعم.